هذا وقد شيع المئات من أهالي مدينة العاشر من رمضان جنازة رائد وائل محمد كمال صلاح الذي استشهد إثر استهداف مطار العريش بشمال سيناء، وأدى المشيعون صلاة الجنازة عليه بمسجد التوحيد وسط حضور شعبي وعسكري كبير. يشار إلى أن شهيد الواجب الرائد وائل محمد كمال صلاح من أفراد الكتيبة 103 صاعقة، وأوصى قبل استشهاده بأن يدفن جثمانه بجوار قائده الشهيد العقيد أحمد منسي بمقابر العاشر من رمضان.